إذن للحديث عن تحشيد ميليشيا حزب الله في العراق عناصرها عند مدخل محافظة الأنبار الشرقي والصراع الدائر بين الأحزاب السياسية وميليشياتها على مناصب رئاسة الحكومة والجمهورية، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية راسام. سيادة العقيد مرحبا بكم. بداية، يعني ما تفسير هذا التحشيد ودلالاته؟ هل هو رسالة ولمن موجهة هذه الرسالة سيادة العقيد؟ نعم، مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بي. بداية دعني أقول بأنه طالما قلنا في الفترة السابقة بأن المعادلة في العراق يحكمها السلاح المنفلت. نعم. المعادلة السياسية الجديدة التي أوجدها الاحتلال والديمقراطية التي بشر بها الاحتلال بعد عام 2003 جاء بنظام سياسي يحكمه السلاح، وبالتالي نحن أمام فوضى تضرب أركان الدولة العراقية التي شكلت بعد عام 2003. ما يجري في العراق هو فوضى أمنية نتيجة الفوضى السياسية، هذا الملف الذي ألقى بظلاله على الوضع الأمني في العراق بشكل كبير جدا. حقيقة هذه الخطوة التي قامت بها هذه الميليشيا تعكس نستطيع أن نقول الهيكل التنظيمي ومنظومة القيادة والسيطرة للأجهزة الحكومية التي تعمل تحت إمرة رئيس الوزراء، والتي قالوا طالما قالوا بأن الحشد هو جهة يعمل بحسب توجيهات التي تصدر من رئيس الوزراء، وبالتالي هو جزء من القوات المسلحة. طيب، كيف يمكن لهذه القوات أن تتحرك وتذهب إلى محافظة دون علم تلك المحافظة، سواء قيادة العمليات أو حتى الشرطة المحلية المتواجدة في المنطقة؟ يضاف إلى ذلك أين الأمر الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة ليحرك هذه القوات؟ إذا نحن نتكلم حقيقة عن دولة أخرى تعمل داخل هذه الدولة ولا تأتمر بإمرة الحكومة التي تعتبر هي الواجهة الرسمية لحكومة المنطقة الخضراء. سيادة العقيد، شخصيات عشائرية في الأنبار حذرت من إمكانية ارتكاب ميليشيا حزب الله انتهاكات ضد سكان محافظة الأنبار ضمن خيارات التصعيد التي تستخدمها لنيل ولتقاسم المناصب، لكن إلى أي مدى تتحمل الحكومة مسؤولية ما يجري؟ نعم، لا شك بأن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة، ليس عن هذه الجرائم فقط التي يمكن أن ترتكبها هذه الميليشيات، وإنما عن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، يعني مسألة المخططة في الرزازة والصقلاوية والمناطق التي حصلت في الدور وفي صلاح الدين وفي الموصل. جميع هذه الجرائم تتحملها الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق من عام 2003 وحتى يومنا هذا. وبالتالي مجيء هذه الميليشيات دون علم القائد القوات العام للقوات المسلحة، يجب أن يتخذ الإجراء الرادع لهذه الميليشيات التي يجب أن تكون ضمن منظومة القيادة والسيطرة للقوات المسلحة العراقية، وإلا ما هو دور القائد العام للقوات المسلحة وما هو دور القيادات المتواجدة في المحافظة إذا كانت هذه الميليشيات تسرح وتمرح في الملف العراقي دون حسيب أو رقيب؟ نحن أمام إشكالية حقيقية بأن الدولة ضعيفة لا تمتلك قرار سياسي لمواجهة هذه الميليشيات، وبالتالي هذه الميليشيات تفعل ما تريد في الملف العراقي. ليس في هذه القضية فقط، حتى لا. في مسألة تشكيل الحكومة الآن نحن أمام إشكال حقيقي بأننا إما أن نكون جزء من الحكومة وإنما سنعرقل تشكيل هذه الحكومة ولن نسمح بقيام مثل هذه الحكومة، وسيلقي الملف الأمني بظلاله. قبل أيام تم ضرب المطار، نعم. تم قصف السفارة الأمريكية والأرتال اللوجستية، واليوم أيضا هذه العمليات التي تجري في بعض المحافظات من قصف على المدنيين الآمنين، وهناك عمليات لتنظيم الدولة أيضا في مناطق العظام، واليوم تأتي حركة هذه الميليشيات في هذه الفترة الحرجة من تاريخ العراق. ولكن كما تعرفون سيادة العقيد، وأنتم قريبون من الأحداث التي تجري في العراق، كما تعرفون أن الميليشيات هي التي تدير الدولة وبشكل لا يخفى على أحد، لماذا إذن تلام الحكومة في تحريك الميليشيات لقطعاتها؟ يعني كيف يستقيم ذلك؟ نعم، الحكومة هي المسؤولة الرسمية، هي الواجهة الرسمية للحكومة المشكلة في بغداد، وبالتالي من يريد أن يتعامل مع هذه الحكومة. أما هذه الميليشيات التي تعمل خارج إطار القانون، هذه تعمل باستخدام السلاح لفرض الأمر الواقع، وهذه تحاسب عليه الحكومة الموجودة أولا. يضاف إلى ذلك بأن طالما قلنا في الفترة الماضية بأنه هذه الحكومات هي ضعيفة وغير قادرة على مواجهة هذه الميليشيات، لأن من جاء بهذه الحكومات لحكم البلد هي هذه الميليشيات، جاءت بالتوافق وبتفاهمات مسبقة.
لذلك هذه الحكومات لن تكون قادرة على مواجهة هذه الميليشيات. وطالما قالها رئيس الوزراء بأني لن أدخل في صراع مع هذه الميليشيات، الأمر الذي جرأ هذه الميليشيات على أن ترتكب الجريمة والجريمة بدون أن يكون هناك حسيب أو رقيب. وهناك الكثير من الحوادث، يعني مسألة عدم إرجاع النازحين إلى جحف الصخر أو الدور أو يثرب أو العوجة أو مناطق كثيرة في ديالة، هذه هو أحد الملفات. الملف الآخر ملف المغيبين والمختطفين، لحد هذه اللحظة لا أحد يعرف ما هو مصيرهم. يضاف إلى ذلك الحادثة التي جرت مع أحد قيادي الحشد اللي هو قاسم مصلح، وما جرى من خلية الدورة عندما تم. جميع هذه الحوادث تثبت على أن الميليشيات هي السطوة ولها الكلمة الفصل في الملف العراقي، رغم أن في الحكومة التي تعتبر هي الواجهة الرسمية والمسؤولة عن جميع هذه الحوادث. سيادة العقيد، توازى هذا التحشيد على الجزء الشرقي من محافظة الأنبار، هناك زيارة مرتقبة لقاءان إلى بغداد، إلى أي مدى يكشف هذا مدى فقدان الأمن في البلاد وبالتالي تحكم إيران بالمشهد السياسي والأمني في العراق؟ نعم، لا جديد في هذا الملف حقيقة، لأنه حقيقة من يحكم البلد بعد عام 2003 يحكمه التوافقات الأمريكية الإيرانية، وهذا ما دابت عليه جميع الحكومات السابقة. لحد هذه اللحظة تعتبر إيران هي أحد المحركات الرئيسية للوضع القائم في العراق، وتعتبر هي راعية لمسألة العملية السياسية في العراق عن طريق الأدوات التي وظفتها، سواء كانت أدوات سياسية أو أدوات عسكرية، وبالتالي لها كلمة كبيرة جدا ومؤثرة في الملف العراقي. وهي اليوم تضغط بشكل كبير جدا في مسألة تشكيل الحكومة، لأنه الأدوات التي وظفتها في الفترة السابقة حصل لها رفض شعبي كبير جدا بعد عام 2014، بعد أن استولت واستحوذت على كثير من الامتيازات، مما أدى إلى ضرب القاعدة الشعبية لهذه الميليشيات. وبالتالي الآن هناك إشكال حقيقي في مسألة المحافظة على الامتيازات التي حصلت عليها هذه الميليشيات، وهي تقوم الآن بتخفيف الضرر على هذه الميليشيات من خلال التدخلات والضغوطات التي تمارسها، سواء كانت على كردستان أو على الكتلة التي بين قوسين تسمى الكتلة السنية. من اسطنبول، العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية راسام، شكرا جزيلا لكم.